طيب بسم الله الرحمن الرحيم نكمل على موضوعنا اللي بلشناه المره الماضيه بالنسبه للانتدكشن والميديكال ايميجنج والموداليتيز اللي راح نغطيهم ان شاء الله بهذا الكورس. حكينا بدنا نغطي احنا ان شاء الله الاكس راي البروجكشن والسي تي سكان، راح نغطي الالتراساوند، راح نغطي الام ار اي، وان شاء الله يكون معنا مجال نغطي النيوكليار ايميجنج كمان. ف استكمال الموضوع اللي بلشناه بدنا نشوف الهيستوري كهيستوري سريع عن كل تكنولوجي كيف بلشت شو الريزوليشن تبعتها. فاذا بلشنا بالبروجكشن راديوغرافي اللي هو الاكس راي العادي اللي احنا معتادين عليه وبنشوفه دائما، الديسكفري اوف الاكس راي فوتونز او الانرجيز على مستوى الاكس رايز كانت تقريبا ريسنت، يعني مش زي الفترات الضوء العاديه اللي درسوها قبل فيزبل لايت. فبنحكي 1995 رونتنجن اللي اكتشفها، في ناس بيحكوا انه اللي اكتشفها فعليا تسلا واعطى حكى انه لا جو هيد تيك ات، لانه هو صور كان صور ايده وصور ايد مرته وصارت معه حروقات كثيره وهو بجرب مع حاله. الاكس ريز فيري فيري انرجيتك، يعني السرطانات منه كثير سهله اذا انت تعرضت لجرعات اعلى من انت المفروض تاخذها. الراديشن تبع زي ما حكينا اكس راي، لما نحكي اكس راي معناته قاعدين نحكي الكترومغنتيك فيلد اي ام انرجي، فوتونات ضوء. الانرجي تبعته بالعاده الرينج اللي بيتعامل معه بالبايوميديكال انجينيرنج قاعدين نحكي عن 0.1 ل 100 كيلو الكترون فولت. وكان نقاشنا المره الماضيه انه كيف احنا بنوصف الفوتونات الضوء المختلفه، لما نوصف احنا الفريكونسيات او الانرجي الواطيه بنوصفها بالفريكونسي، الميد رينج بنبلش نحكي عن بالويف لينك تبعتها، والانرجيتك العالي بنبلش نحكي نوصفها بايش؟ بالانرجي تبعتها. فذس كان بي ترانزيت ليش؟ الفريكونسي ولا الالكترون فولت نقدر نحولها لفريكونسي لهيرتز، نقدر نحولها لويف لينك. فبلش نحكي بالرينج اللي هو 0.1 ل 100 كيلو الكترون فولت، وراح نشوف احنا على 13 الكترون فولت هو الكت اوف عندنا بالنسبه للايونايزنج versus non-ionizing radiation. فالرينج عالي شوي تقريبا 3 orders of magnitude، يعني بين اقل قيمه واعلى قيمه 1000. ف 0.1 ل 100 كيلو الكترون فولت ممكن نوصل لقيم اعلى اللي هي 120 150 200 اوكي، بس ما بنوصل للميجا الكترون فولت، بصير ندخل برينج مختلف تماما للفيزكس اللي بنتعامل معها، وهذا راح نشوفه ان ديتيل ان شاء الله. لما نحكي عن الويف لينك طبعا راح يكون مقلوب هاي القيم، ال 0.1 كيلو الكترون فولت بتكون على 10 نانومتر، كل ما زادت الانرجي بيصغر معنا الويف لينك لحد 0.01 نانومتر. It is an ionizing radiation اللي هو الرينج اللي احنا بنتعامل معه بنشتغل فيه ببايوميديكال انجينيرنج بشكل عام. بالعاده اذا بنحكي عن البرنسبل بشكل عام زي ما وصفنا المره الماضيه، الاكس راي فوتونز they will penetrate the tissue او الاوبجكت اللي قاعدين نعمل له ايميجنج. لا تنسوا الاكس راي مستخدمه مش بس بالبايوميديكال انجينيرنج، يعني كل عمليه اللي هو الفحص الامني بالمطارات وباللاجج كله بيستخدموا اكس راي. هلا لما تروح على حتى على الفنادق الجديده او الفنادق الخمس نجوم اربع نجوم هلا لازم تدخل الشيء اللي معك بتدخله على الاكس راي، والرينج اوف فريكونسي بيختلف. فلما نحكي احنا عن تشيو لانه احنا بالماده هاي بنركز على البايوميديكال ابلكيشنز الميديكال ايميجنج، فوي كان توك اباوت تشيوز، ممكن نحكي عن اوبجكتس بشكل عام. ف اند كرييتس شادوجرام، هذا حكينا هو البروجكشن، وهذا البروجكشن بيصير هو الايمج تبعتنا بتتمثل باختلافات بالدنسيتي او الانتنسيتي حسب كميه البنتريشن اللي بحصلها. وراح نحكي بالضبط واي نوت اول ذا فوتونز ويل بنتريت التشيو بالضبط ليش، وشو التفاعلات اللي بتصير مع كل فوتون لما يوصل التشيو لما يوصل للتصوير النهائي، وليش بالاخير تطلع عندي انا ايمج تمثل البروجكشن لكل التشيو لما نعمل له كولابس من 3 دي ل 2 دي. اي كان ايمج ذا هول بودي، ما في شيء بيمنعني اني اصور اي جزء من الجسم او اي ثيكنس للجسم. الريزوليوشن از فيري هاي سب مليمتر، which is really good اذا رجعت تطلع انت على التشيو ليفل، بس لما تيجي تطلع على شيء السب تيشيو لما نحكي على الخلايا، لما تحكي عن السب سيلولر ليفل، الرينجز اللي قاعدين نستعملها ما بتكون كافيه. اوكي؟ ف
we need another modality بهاي الحالة. فمليمتر سب مليمتر يعني عشان من المليمتر انت قاعد تحكي مثلا عن غشاء قلب جنب الرئة، هذول كتلتين تشي كبار نسبيا بالسنتيمتر بنقيسه. لما نحكي احنا عندي ريزوليوشن حد اقل من مليمتر، this is really good resolution. الابلكيشنز اللي هو الجنرال انسبكشن بشكل عام، لما تحكي على الكارديوفاسكولار، الكارديوفاسكولار رح نحكي عنه اكثر، لان الكارديوفاسكولار بالنهايه اتس سوفت تيشو. حكينا الاكس راي مش كثير كويس للسوفت تيشو اكثر من الهارد تيشو. رح نلاقي كيف الطريقه اني اقدر اشوف حركه الدم مثلا بالاوعيه الدمويه حوالين القلب، كل سوفت تيشو، بس وي كان تشينج البارامترز موجوده عندنا عشان نحصل الكونتراست والدنسيتيز اللي نحتاجها لا to see the changes in the cardiovascular. Dentistry, طب الأسنان كلها تعتمد على تصوير الأسنان. Orthopedics, lung diseases بشكل عام. والماموغرافي اللي هو detection للبريست كانسر. اوكي؟ فهي البروجكشن راديوغرافي. لما نحكي عن السي تي سكان كمبيوتد توموغرافي او الكات سكان كمبيوتد اكسيال توموغرافي او كمبيوتد كمبيوتر اسيستد توموغرافي، كلهم نفس الاسم، سي تي سكان كات سكان نفس الشيء، بيعتمد برضو على السي تي على الاكس راي. بس بالحاله هاي انا مش قاعد اعمل شد، بدخل البني ادم بحطه على تيبل معينه ضمن رينج، بيكون عندي انا ديفرنت يا ون سورس او ديفرنت سورسز، وممكن يكون عندي رينج اوف ديتكتورز، بصير ابعث الاشعاع على ديفرنت بارتس اوف ذا بودي حسب الرينج، وبعمل 1D intensity، وهاي ال 1D intensity بحولها ل 2D image، بتكون عندي انا سلايس، تذكر السكشننج سلايسنج، ساعتها بعمل سلايسنج اكسيال او ترانسفيرس او كورونال حسب او ساجيتال عفوا حسب اللي انا الجزء اللي بدي اطلع عليه وانا مهتم فيه. احنا بنبلش بال 1D، نستخدم شغله اسمها الرادل ترانسفورم، ما راح نغطيه لانه اتس فيري ادفانس توبيك بالايمج ريكونستركشن، بس رح نحكي عنه بشكل عام كيف انا بعمل الايمج بشكل عام. فالكمبيوتر توموغرافي ظهرت لانه احنا تطورنا وصلنا كبشريه اشطر كثير باستخدام الكمبيوتر وتنفيذ الالجوريزمز على الكمبيوتر. الخمسينات والستينات ظهرت اول كمبيوترات عندنا احجامها كثير كبيره، بالسبعينات صارت احجامها مانجمنت، اسعارها اقل، وبقدر اطبق الالجوريزمز اكثر، وزي الراندوم ترانسفورم تيكس ا لوت اوف كالكوليشنز. فش بدك انت يتطور الكمبيوتر عندك بشكل كثير كبير عشان التكنولوجيا هاي تظهر. اوكي؟ فظهورها كان تقريبا هي بالسبعينات، طبعا تستخدم الاكس راي، فلما نحن نحكي عن الاكس راي بالبروجكشن قاعدين نحكي برضو عن السي تي سكان، الرينج اللي قاعدين نتعامل معه 10 ل 100 كيلو الكترون فولت، الويف لينث من 0.1 ل 0.01 اتوقع هاي 0.1 ل 0.1 نانو متر، اند اتس اول ايونايزنج راديشن، كلها بتكون فيري فيري انرجيتك فوتونز. بيكون عندنا احنا الاكس راي بحطها ديفرنت انجلز، تعمل اختراق من البدي من ديفرنت انجلز، بعملها ديتكشن حسب الرينج اللي انا بكون موجود جواته، ومنه بصير عندي بالكمبيوتر بالكمبيوتيشن بطلع سلايسز، فاي كمبيوتر سلايسز اتس نوت، ما بتظهر عندي مباشره، ما بتكون عندي نتيجه مباشره اول ما بعمل سلايس، لازم تروح كلها على الكمبيوتر اعملها ترانسفورم واحسبها واعملها كومبيتيشن عشان تظهر عندي السلايس بالديفرنت تيشوز الموجوده جوا. I can image the whole body، بالعاده بنحط البيشنت on the table بنحركه جوا الرينج حسب الجزء اللي انا بدي اصوره من البني ادم، بدي اصور الهيد بخلي كل الجسم برا والرينج بيكون حوالين الهيد، بدي اصور التورسو، بدي اصور الرجل، وات ايفر، بنستخدم الطريقه هاي تتحرك معنا التيبل حسب الانجلز، كلها ادفانس كومبيتيشن عشان احصلها. الريزوليوشن بيكون مش صف مليمتر، مليمتر، لانه احنا قاعدين مش قاعدين نحسب مواقع الفوتونات على الديتكتر، قاعدين نعمل احنا توقع لوين الانتنسيتي موجوده من اي جزء من الجسم، فما بتكون بنفس الريزوليوشن. اوكي؟ وهاي التكنولوجي رح تلاحظها ورح نشوف منها الام ار اي اهم يعني احسن بكثير منها. اوكي؟ بس اتس ستيل يوز لانها فيري فاست تحصل ايمج منها. الابلكيشنز راح نشوف انه وي كان اند وي ار ايبل تو نشوف السوفت تيشوز بالجسم اكثر بكثير من انك تستخدم البروجكشن راديوغرافي،
كثير مستخدمه للبرين، البرين انجريز، يعني لما واحد يصير معه لا سمح الله سكته بالدماغ، نزيف على الدماغ، ارتجاج، ورم دماغي، كثير مستخدم سكة السكر عشان يحدد موقعه. ولما الواحد بده عده ايمجز خصوصا بعد السكته وعم يصير الايفنت على عده ايام، بدك تشوف هل هو قاعد بيزيد النزيف بيقل النزيف، وين قاعد تحصره، او الورم هل قاعد انت اذا واحد باخذ دواء او اللي هو راديشن تريتمنت او كيمو، اذا كان معه سرطان تصير تحدد هل السرطان قاعد بيصغر معك ولا لا. فبنستخدم الحاله هاي السي تي سكان كارديو فاسكولار بشكل عام، او ممكن حتى الجنرال انسبكشن، بدك تطلع مثلا على الثايرويد قديش حجمها، بدك تطلع على اذا في عندك بلوكج معين جوا الراس، اذا في التهاب اذن ودخل على الاذن الداخليه، كل هاي الامور نقدر نشوفها ونحسبها، او مش بحسبها، احنا بنشوفها وبنعطيها للفيزيشن انه يقدر الوضع، وبكون عندهم تريننج كافي يقدر حسب الانتنسيتيز وحسب الديفورميشن بالشكل يقرر انه يعمل دايجنوس الصحيح. اوكي؟ لما نحكي عن الالتراساوند it is mechanical waves مش EM, so it is definitely non-ionizing, very safe repeatable. بنستخدم هاي فريكونسي، لما نحكي هاي فريكونسي بالساوند قاعدين نحكي شيء اكثر من 20 كيلو هرتز، شيء ما بقدر اسمع. اوكي؟ فبنحكي هاي فريكونسي 20 كيلو هرتز هو الرينج الطبيعي، بس فعليا احنا بنستخدم رينجز اعلى من نص ميجا ل 10 ميجا هرتز تقريبا. والموداليتي works by emitting these waves into the body. واغلب الابلكيشنز بالبايوميديكال انجينيرنج او بالميديكال ايمجينج تعتمد على انه في عندي ريفلكشن باك على الانترفيسز الموجوده جوا التشيو. لما الايمج لما بحط سنسور بالطريقه هاي واي سند السيجنال انسايد ذا بودي، بيكون عندي انا ديفرنت انترفيسز جوا الجسم، فبصير عندي ريفلكشن باك، ففي عندي مسافه معينه زمن معين لانه السيجنال تنتقل من هون لهون. ولانه قاعدين نحكي عن ساوند، نحكي عن speed of sound اللي هي كثير أقل من speed of light. I can actually measure sound من لما يروح لما يرجع. فالمسافة هاي شو بتمثل؟ نص الزمن بيمثل المسافة. فكمل الطريق على الانترفيس اللي بعد، المسافة اللي بقطعها أطول فباخذ زمن أطول، فبعرف إنه التشي موجود على عمق أكثر. وبناء عليه ببني هاي الموداليتي وبقدر أعمل images real time لشو اللي قاعد بيصير. تمام؟ ف it is usually it's inexpensive و completely non-invasive، ومش بس انه non-invasive it is non-ionizing. والكواليتي بس شو بتكون عن الكواليتي بشكل عام بتكون much poorer، يعني ما بوصل للمليمتر resolution الصورة، ما بوصل لهاي الليفل، لانه الاخير هذا الساوند صار بصير عندي انترفيرنس، بصير عندي نويز، بصير عندي سبيكلز رح نحكي عنها قدام، فما بتكون الصوره نويزي، فما بتكون بالديتيل العالي، بس اتس جود انف للابلكيشن اللي بنستخدمها. فالير ديسكفر للالترا ساوند كانه طوعنا الالترا ساوند اللي بنشتغل فيها كان تقريبا 52 ودخلت على الكلينيكال ابلكيشنز 62. It is done ionizing, it's pressure waves. It is not electromagnetic radiation. Okay. الرينج اللي بنستخدمه من 1 ل 10 ميجا هرتز، بعض المرات بنزل لنص ميجا هرتز حسب الابلكيشن تبعنا. وكل ما صغر حجم التشيو اللي قاعدين نعمل فوكس عليه بقدر اطلع بالفريكونسي اكثر واكثر. يعني خاصة لما نعمل حتى تجارب على الفيران حجم الفار كثير اصغر، فحجم ال different organs اللي فيها، يعني شو قلب الفار بالنسبة لقلب بني آدم. فإذا بدك تميزه، بدك تميز السرطانات اللي فيه تطلع عليها وات ايفر، بدك فريكونسي أعلى، لأنه فريكونسي أعلى مباشرة حسب اللي احنا بنعرفه الفريكونسي الأعلى شو بتحكي لنا؟ ويف لينك أقل، وإذا الويف لينك كان أقل شو معناته؟ بقدر أعمل ريزوليوشن أعلى. فبتروح على فريكونسي أعلى. وراح نشوف لما ندخل على الالتراساوند المشكله بالفريكونسي العاليه كثير بصير لها اتنويشن سريع كثير، فما بستخدمها للتشيوز التشيو اللي بيكون
ما بيكون ديب كثير. اوكي. ف زي ما حكينا الايمج برنسبل بيصير عندي على ايكو ارتداد الايمج على الديسكنتينيوتي على الانترفيس الموجود عندنا حسب الدنسيتي تبعه وراح نحسبه هذا الحكي والسبيد اوف ساوند والتايم ارجستر بتعطوني انا الايمج اللي بدي اياها. لاحظوا الفوليوم بطل بقدرش اعمل ايمجينج لكل البادي تقريبا لحد 20 سم عمق وهي اغلب الاحيان بزبط معي يعني كافي انه لانه بنطبقها احنا بالعاده على التراساوند بطلع على النك مثلا اشوف الثايرويد بطلع على الحوامل بشكل عام بطلع على تخلف الجنين قديش حجمه وبعمل القياسات اللي عليه عشان اشوف هل هو ماشي على البروجريس الطبيعي ولا لا. فالدبس هاي بشكل عام كافيه انه الريزوليوشن حطينا هاي احنا هون بس اتس راح نشوف كيف الكواليتي تبعت الايمج مش بالقوه اللي احنا او بالليفل اللي احنا بدنا اياه بس اتس جود انف. الابلكيشنز للسوفت تيشو بشكل عام راح نشوف انه بالبون مش كثير كويس الالترا ساوند بطلع ممكن على التيشو بشكل عام او على البلد فلو نفسه كان هذا البلد فلو جوا البرين او جوا القلب بقدر اقيس الفلو سبيد وبناء عليها بقدر اقدر قديش الفلو نفسه يعني بعد ما بقيس الفيلوسيتي يعني بقدر احدد قديش كميه الدم اللي قاعد تتحرك عندك. اوكي وهي بنستخدم خاصيه الدوبلر افكت اللي يكون عندنا بالساوند رح نحكي عنها بالتفصيل هسه. لما نحكي عن نيوكليير ميديسين زي ما حكيت لكم ان شاء الله بكون عندنا وقت كافي اننا نشتغل عليها. هون بالحاله هاي احنا عندنا مصدر الاشعاع ما بيكون سورس خارجي بيكون نفس الجسم بالشكل. انا بدخل راديو تريسر بيكون عندي انا راديو اكتف سبستنس بخلي المريض يا بدخله انترفينوس يا بخليه يشرب مركبات بتشع وهي المركبات بكون بحسبها انها قاعده بتتركز بالمناطق خصوصا السرطانات الاورام السرطانيه بتتركز فيها اكثر فبقدر اعملها ايش؟ لوكيشن اكثر او ممكن اخليها المناطق اللي فيها اكتيفيتي اعلى بالبرين واصير اطلع على الفانكشن تبع البرين. اوكي؟ ف الإيميشن بيكون راديو أكتيفيتي جاما راي والجاما راي نفسها زي ما حكينا كإنرجي زيها زي الإكس راي بس الفكرة إنه السورس تبع الجاما راي بيكون من النيوكليوس نفسه بيصير يبعث فوتون من النيوكليوس نفسها بيكون على إنرجي كثير عالية وعندي ديفرنت تايبس البيت اللي هي بوزيترون إيميشن توموغرافي سنجل فوتون إيميشن كمبيوتر توموغرافي أو كونفنشنال راديو نيوكلايد إيميجين اللي بيكون هذول 3 ديفرنت موداليتيز ممكن نستخدمهم وزي ما حكينا بيكون في عندي تركيز اعلى كونسنتريشن اعلى بالمناطق اللي انا مهتم فيها عشان هيك لما ببني الصوره كلها كمبيوتر بتكون برسم الصوره ثلاثيه الابعاد ببين عندي بس الريزوليوشن مش كثير عالي. لاحظوا كيف الصور تبعتي بتكون ما بتكون الانرجي كافيه لاعمل ريزوليوشن عالي بس وي ستيل يوز ات. لاحظوا الانرجي تبعتها اكثر من 100 كيلو نيوتن فولت بالمقارنه للاكس راي اللي بنستخدمه الليمت الاعلى كان تقريبا 100 هون بنبلش من 100 كيلو نيوتن فولت بيكاز فيري انرجيتك الجاما ريز بتكون. التطبيقات عندنا الجاما ريز كانوا بيعرفوا عنها من الثلاثينات والعشرينات لما بلشوا يعملوا النيوكليير رياكشنز وصار يفهموا شو اللي قاعد بيصير بالذره بس التطبيقات تبعتنا بلشت من 53 لاحظوا عمليه الديتكشن بتصير يوزن اكس راي ديتكترز او اكس راي كاميرز فالديتكترز كديزاين سيم كان الديتكترز اللي بنستخدم بالسي تي سكان او بالاكس راي عادي. اوكي الويف ليك تبعته طبعا انها تكون اقل من 0.01 نانومتر بقدر اعمل ايمجنج للهول بادي وبلاحظ انه الريزوليوشن هون اتس نوت ذات هاي من ميديم للو يعني بيكون مليمتر لسنتيمتر بس وات وي ستيل يوز بيكاز سم تايمز وي هاف تو ابلاي ات للفانكشنال ايمجنج. فانكشنال ايمجنج معناته قاعد بعمل فيديو بشوف التغيرات اللي قاعد بتصير فاي ليف وذ ذا لو ريزوليوشن تو جيت الابلكيشن اللي هو بيكون الفانكشنال ايمجنج للكانسر أو الميتابوليك بروسيسنج بشكل عام مايوكارديال انفراكشن الام اي والهارت اتاكس بشكل عام. تمام؟
The MRI, by far, it is the best medical imaging modality for imaging slices of the whole body. الشغلة اللي كثير مميزة فيها, there is no radiation or ionizing radiation. نستخدم الماجنتيك فيلد اللي بنجنيه نخلقه جوا جسم الإنسان باستخدام ماجنت خارجي. Resolution is very, very high. It is يعني second to actually opening the body. وبقدر نقيس فيها الـ hard tissue والـ soft tissue. It's a very, very good modality. Okay? Very advanced وبس حاجة كنترول عالي كثير عليها مكلفة كتكنولوجي. بالسبعينات اللي بلشت تظهر التكنولوجي بالوصف تبعها من عدة فرق حتى الباتن تبعتها صار عليها خلاف كثير مين اللي حصل الباتن تبعتها بالسبعينات. الراديشن زي ما حكينا بكون عندي راديشن فعليا بستخدم انا ماجنتيك فيلد بالرينج الـ RF يعني 10-100 ميجا هيرتز بس هذا كله رح نحكي عنه بالتفصيل ما بوصل له غير بكون محضر الجسم بسترونج ماجنتيك فيلد اول شيء ببلش احط عليه بشكل عمودي ماجنتيك فيلد عمودي عليه بيكون بالرينج فريكونسيز رح نحكي ليش الرينج فريكونسيز بنستخدمها بالذات تمام حسب طبعا بيعتمد بشكل كثير كبير على السترينث للماجنت اللي قاعدين نستخدمه الويف ليث اوف راديشن 30,000 متر لانه ماجنت وبالميجا هيرتز بس وي ريلي كير اباوت شغله اسمها السبن تبع البروتون وراح نحكي عنه بالتفصيل ان شاء الله ماده الفاير اي كان ايمج ذا هول بودي واتس فيري هاي ريزوليوشن ماتش بيتر ذان ذا سي تي سكان والسوفت تيشيو بشكل عام والاف ام ار اي فانكشن ام ار اي هو من اكثر الابلكيشنز اللي بتطلعوا عليها كيف الميموري فورميشن كيف الناس قاعده تحاول يعملوا فهم لكيف البرين بيشتغل لانه بتركز عندنا كميه دم اكثر بالدماغ بالمناطق اللي بتكون اكتف فبصيروا يحاولوا يفهموا شو اللي قاعد بيصير بصير مابينج للشغل اللي بصير بالبرين تمام كبراكتيكال انفورميشن هاي كلها تكنولوجيز طولت كثير لما وصلنا للادفانسمنت الموجوده حاليا It's very expensive. We have so many different parts. Very advanced algorithms. Setting in the system بيكون very advanced. بلاقي كل ما كانت تكنولوجيا زي الـ PET والـ MRI بلاقي اليونت منها مكلفة جدا يعني الـ PET قاعدين نحكي بالرينج الـ 10 مليون أردني. إذا بدك تعمل مستشفى وتعمل فيها PET سكان. عشان زي مثلا مستشفى الحسين السرطان it costs a lot of money يعني المصاري ما راحت على المبنى هي التجهيزات اللي جوا اللي بتكلف بشكل كثير كبير ال MRI ارخص شوي بس لسه بالرينج العالي يعني قاعد تحكي نص مليون لمليون دينار هاي لليونت بدك تجهز المستشفى نفسه الغرفه اللي بتكون موجوده والكنترول روم الموجوده وعمليه العزل وعمليه تبريد الماجنت توصل باستخدام الهيليوم والنيتروجين السائل It's very expensive to get, very expensive to operate. Okay, a CT scan أرخص شوي بس لسه تقريبا بالرينج تبع CT ال MRI. ال ultrasound it's يعني بالنسبة لهم peanuts يعني لما تأخذ 15,000 إلى 300,000 دينار أي 300,000 دينار يعني هاي شوي تطير يعني كمية التكنولوجيز الموجودة كيف بتكون عالية كثير بس it's an inexpensive modality عشان هيك كثير مربوط نستخدمها فمباشرة بنعكس هذا الحكي على مين؟ على سعر الصور لأنه أنت كمستشفى صحيح أنه ممكن أوبريشن كوست تكلفك مثلا للممرض الموجود أو التكنيشن الموجود بعد الدكتور مع كذا صورة تكلفك مثلا كأوبريشن خلال الساعة هاي 40 دينار بس أنت مستخدم مليون دينار فبالأخير المستشفى has to get back its investment فبنلاقي اسعار الايمجز ما بتعكس الاكتوال اوبريشن بتعكس الانفستمنت الاوريجينال منها فبنلاقي البي اي تي ايمج توصل حتى ل 100 دينار للايمج الواحده او للسيشن خلينا نحكي لانه بنعمل مجموعه سلايسز الام ار اي لحد ال 200 دينار واللي بعرفه انه ممكن توصل اكثر لحد 400 و500
السي تي سكان راح ابنيها من 40 ل 80 لا هي متوصل اكثر متوصل تقريبا 200 دينار حسب الايد اللي تصور ف ذيز ار اكسبنسيف روح على عياده العياده العاديه فيها الالتراساوند دكتور الالتراساوند بعطيك صوره مطبوعه وكل شيء كل شغل معك شفيت مع الصوره 10 دقائق 15 دينار فالالتراساوند لانه كموداليتي صارت اكسبنسيف ذات ماتش كاوبريشن وككوست على الكاستمر او على البيشن ما بتكون نفس الشيء sometimes you have to go up here عشان تقدر تحدد المشكله اوكي خصوصا الله يعافينا يعني الامراض اللي هي تكون اصعب قاعدين نحكي عن السكتات الدماغيه قاعدين نحكي عن السرطانات قاعدين نحكي عن الحمران قاعدين نحكي عن نزيف داخلي اللحظات هي money is nothing مقارنه مع حياه البني ادم وهي اللي خلينا نحكي الايثيكال الشيء اللي هلا قاعدين نواجهها بلدنا هلا انه a lot of times المريض بحاجة عناية مباشرة بحكي لك لا ورجيني التأمين وغير هيك خليه يموت الله ما يمده فهذا البالانس اللي احنا قاعدين نجمعه فالشغل اللي احنا بنشتغله كبايوميديكال انجينيرز we are trying to get the price of these down عشان هيك الفيد ما وقف كل ما انت حاولت تطور عليهم بحيث انك ترخصهم يصيروا available accessible اكثر للناس بس المشكلة عشان تطورهم بدك تدفع تعمل ار ان دي ريسيرشن ديفلوبمنت عليه عشان تحصل فبيجي الشركه اللي قاعده تحصل السعر الاقل للديفايس استثمرت مصاري اكثر عشان تخصصها ف اتس ان اند سايكل بس هذول التكنولوجي تقريبا يعني وصلوا لمرحله الستابيليتي وقاعدين نطلع بتكنولوجيز بريزولوشنز اعلى واعلى بدون ما يصير ارتفاع اكثر على السعر العام تبعها عشان هيك بنشوف المستشفيات عشان تاسسها اتس فيري اكسبنسيف extremely expensive. يعني قاعد تحكي أنت بدك تعمل مستشفى يكون مثلاً 100 سرير فيه مع غرفة العمليات مع كذا مع كذا مباشرة قاعد تحكي أنت بال 80 ل 120 مليون دينار مباشرة. المبنى نفسه ما بيكلفك أكثر من مليون إلى 3 ملايين. مبنى التجهيزات الكودات الكلينيكال بدك تمشي البايبات الغاز الهواء الأكسجين الغرف التجهيزات الكلينيكال ديزاين الكلينيكال انجينيرنج الراوندز النيرس ستيشن كل الامور هاي كوست ماني فعشان هيك الفيلد بحاجه انه احنا ندخل فيه طريقه انه لسه النظره الانسانيه موجوده عندنا ولو قدام الواحد يقدر انه يقدم شيء يخفف على المستخدمين او البيشنتس اللي هو بالنهايه هم اللي احنا واقفين فورده تمام فهذا بنهي الشابتر الاول بيحكي عن الانترودكشن بشكل عام شابتر 2 ببلش يعطينا انترودكشن بس على تذكار بالماده اللي بتحبوها كثير هي ماده السيمز تذكره قويه جدا بتكون لانه you can't talk about medical imaging without saying medical imaging systems eventually it is an engineering system You have inputs and you have outputs, and something is going on in between. في عندي قاعد بيصير إشي اللي قاعد بيغير من طبيعة البروبرتي اللي قاعد تدرسها ويعطيك إياها لأوتبوت أنت بتقدر تتعامل معه. فالشابتر طويل شوي بالكتاب بس إحنا هون بنعطيه بنمر عليه مرور سريع. ناخذ منه الأجزاء اللي بتهمنا نتذكرها ونركز عليها. اللي عنده ضعف فيها بده يرجع عليها. المادة بتبني على كثير من جزئيات المواد اللي قبل. اوكي؟ اتس ا فيري ادفانس توبيك لانها ما بتقدر تدخل عليها بسنة ثانية. لازم يكون عندك مجموعة مواد قبل عشان توصل للمرحلة هاي اللي تقدر تميزها. So you have to talk about signals and systems. فلما نحكي signals يا انه هاي السيجنال قاعد تذكروا بالبي اي 1 لما حكينا عن المجرند اللي هو الجزء الفيزيكال بروبرتي جوا الجسم. وركزنا من الفيزيكال بروبرتي يعني كانت ايش عندي؟ الكتريكال سيجنال اللي هي البايو بوتنشال وكان عندي اللي هو ايونيك كارنت وحكينا بدي احط انترفيس بالنص اللي هو الالكترود عشان يصير عندي الكتريكال ودورنا احنا الموديل لمين؟ للانترفيس اللي هو الالكترود حطينا حكينا انه سيستم اذا بتتذكروا كان كاباستر مع ريزيستر وعلى معي ريزيستر عشان نحكي عن الالكترو درايف بعدين حطينا ديفرنت ريزيسترز وكباسترز بيكون على التيشوز الموجوده هذا الموديل تبعنا فالسيجنال اللي داخله عندي اللي هي الايونيك
كرنت شو ماله؟ دخل جوا هالفلتر الموديل تبعنا وتغيرت الخصائص تبعته لما وصل عندي ايش؟ لإلكتريكال كرنت، عندي انبوت سيستم اوت. هون بدي يصير عندي الماده هي نفس الشيء وراح نذكرها بشكل كثير كبير. انه اي هاف ا سورس، اي هاف ا سيجنال اللي هي مثلا في حاله الاكس راي، شو هي؟ فوتون الاكس راي. بده يمر جوا الجسم بيتغير على خصائصه، فالجسم راح يغير من خصائص هذا الفوتون، من الانرجي تبعته، من الدايركشن تبعه، من كيف السبريد اللي بيكون موجود عندنا، ويوصل للاوت عشان يصير ايمج. فانت بلشت من فوتون انرجي اكس راي انرجي للصوره تمسكها بايدك، حتى زي الافلام القديمه مش كانوا يحطوها على النيون يطلعوا عليها. هلا صارت كلها ايش؟ ديجيتايز، صار كله تشوف على تاخذ الصوره بمحل، ما في داعي لا تحمض ولا ايش، تشوفها عند الدكتور المختص، تفتح على الاكونت تبعك على السيستم انترنال سيستم تبعهم، بيعمل كليك بتطلع لك الصوره مباشره، وبيقدر يغيرها ويعدلها ويعمل عليها تعديل. فصار اشي من لما طلع فوتون الانرجي سيجنال تبع الاكس راي لما صار عندي اوتبوت ايمج في تغيرات. This is the system. So we have to talk about that system. Okay. فإحنا الـ input signal عندنا it's a 3D signal، لأنه 3D signal لأنه إحنا عايشين أجسامنا كلياتها بـ 3D. صح؟ وفي جزئية يعني ما حكيت عنها، إنه نفس الـ source تبع الـ signal is a system itself. يعني الـ signal اللي أول ما بنتجها تتغير جوا الـ source نفسه. لانه سيستم انبوت سيستم اوتبوت، هذا الاوتبوت صار بالنسبه لي ايش؟ صار انبوت لديفرنت ستيج او ديفرنت سيستم. وحتى لما اجي اعمل له ريكوردينج البط على الديتكتور تشينجز كمان، وراح نحكي عنه بالتفصيل هذا. اوكي؟ فاذا بدنا نبسط الامور، سيجنال سيستم اوتبوت، بالعاده السيجنال تبعتها 3 دي لانه الاوبجكت اللي احنا بنعملها ايمجينج تكون 3 دي. ولاحظوا هون 3D it is changing in space. It is not changing in time. It's a spatial signal. It is not a temporal signal. وهذا هو الاختلاف. ليش بحكي لكم؟ بدنا نرجع للسيجنالز، مادة السيجنالز تبعتها، وضلنا نقارن فيها. لأنه كمنظومة رياضيات ما اختلف، الرياضيات نفس اللي أخذتوه من أيام التوجيه وقبل. أوكي؟ كرياضيات، بس المسميات والتوظيف للماء نختلف عنه. فـ it is a 3D signal. معظم شغلنا راح نحكي عن السيجنال بتكون static. شو معناته static؟ مش قاعد تتغير مع الزمن. معناته time axis عندي شو قيمته؟ zero. مش قاعد تغير time. instant. اوكي؟ فالتغير فعليا وين موجود؟ بالسبيس، spatial signal. فالـ imaging system is a واحد من المسميات للسيستم بشكل عام، بيعمل لي ترانسفورميشن او ترانسفير فانكشن اللي هو من انبوت للاوتبوت، علاقه الاوتبوت للانبوت، اتس ا فلتر، اتس ا موديل، وات ايفر، ات ترانسفيرز هاي الانبوت سيجنال لاوتبوت سيجنال. بالعاده الاوتبوت سيجنال بدها اياها تكون ايش؟ 2D، عشان ايمج تشوفها نقدر نميزها. فذا ايمج برودوس ذا اوتبوت سيجنال تبكي 2D سيجنال زي الاكس راي. ممكن 2D سيجنال اذا اشتغلت على كمبيوتر يحول اياها ل 3D، اصير اشوف الجسم ايش؟ ثلاثي الابعاد سلايسز، واذا اعمل ريكونستراكشن للانترنال ستراكشر تبع الجسم. بس احنا بدنا نضلنا على ايش؟ 2D سيجنال. الماث اللي بنطبقه بنطبق على ال 3D بس بتصير مور ادفانس. اوكي؟ فمن ناحيه المبدا اذا بدنا نرجع لموضوع اللي كنا نحكي فيه بالسيجنالز، عندك input signal system output signal. فكنا بالmerit signal شو نحكي بالعادة؟ عندي x system h output y، صح؟ هذول التسميات العادية. وكنا نعطيهم السيجنال المتغير عندنا كانت وين متغير بايش؟ متغيرة بالتايم، فكان اكس اوف تي، اتش اوف تي، واي اوف تي، صح ولا لا؟ بس هلا نشيل المسميات هاي شوي، نضل على اكس واتش واي. واضح على الكاميرا؟ الكتابة هون؟
لا واضح. رح شوفوا على الفيديو تكون واضح بس. فا X H L Y. أوكي. هلا حدا أخذ الدي آي بي؟ بالإيميجين بشكل عام ما بنسميهم X Y. سميهم F أو G. أوكي. Input signal is F. Output signal is G. فالتسميات عندنا هون بتختلف كمسميات بس الساكن بالشغل تحت نفس المنظومة تحت نفس المظلة. I have an input F. I have a system or a transform معين. Something is filtering the signal, is changing the fill in the signal بحيث اللي يطلع لي output G. والعلاقة اللي احنا دائما نكتبها كنا نكتب Y على X أو V out على V in بيطلع لي transfer function اللي هو H. H صح؟ فاحنا نستخدم نفس المنظومة ما تغيرنا ما بعدنا وراح نضلنا نقارن باللي بيصير. فلما يكون عندك انت سيستم لما اخذتوا مادة السيجنالز كنت توصف السيستمز هاي مادة الكيرس شو كنت توصف السيستمز مجموعة مسميات صح بتفحصوا السيستم هل هو بنطبق ضمنها ولا لا واحدة منهم ايش كوزاليتي اللينياريتي ميموري او ميموري ليس تايم انفيرينس والكوزاليتي. هلا في ناس بضيفوا عليها اللي هي invertibility. اوكي بس هذول الخمسه اللي احنا بنهتم فيهم بشكل عام بنحب السيستم يكون ايش ستيبل بيبو باودد انبوت باودد باوند اوت بنحب السيستم يكون ايش ميموري ليس صح ولا ميموري كل الميموري او ميموري ليس وي دونت ريلي كير انه السيجنال اللي بتطلع عليها بتعتمد على القيم السابقه ولا لا اوكي احنا اللي بنركز عليه اكثر شيء شو الشغلتين اللي بنركز عليهم كثير لينيرتي تايم انفيرينس صح حتى اعطينا السيستمز اللي بتحقق هذول الثنتين اعطيناهم اسم خاص فيهم هم ال تي اي سيستم صح انه يكون لينير اللينير مباشره اذا بحكي عن سيستم لينير قاعد بطبق عليه خاصيتين مباشره شو هم السوبر بوزيشن والسكيلابيلتي صح انه الاوتبوت عندي اذا عندي ديفرنت انبوتس الاوتبوت بده يكون مجموع الاوتبوتس اللي جايين من كل انبوت لحال هاي السوبر بوزيشن السكيلابيلتي شو معناته اذا ضخمت الانبوت بمقدار A الاوتبوت لازم ندخل مقدار A هاي هي سكيلابيلتي فالثنتين موجودين السيستم از لينير بس اذا حكينا عن السيستم لينير معناته قاعد بفترض وبفرض على السيستم يكون في هذول الخاصيتين هاي هي ايش؟ لينيرتي التايم انفيرينس شو هو؟ ما بتغير مع الزمن معناته السيستم اللي انت قاعد تتعامل معه شو ماله؟ مش مودي الشغل مش على كيفه ما عنده مود يعني تعالوا علي والله ما شربت في فنجان قهوه الصبح على الاوفيس اور اول ما تيجي عندي بحكي لك حل عنه تعال علي شارب فنجان قهوه واموري تمام وكل شيء على نفس الساعه على نفس التايم اجيت عندي بسدر انا دائما بسدركم جميعا عشان تكونوا دركوا بس الفكره بالموضوع انه شو معنى التايم انفيرينس فيزيكلي فعليا انه السيستم از نوت مودي مش بيعطيك اوتبوت على ايش شو حاسب هذيك اللحظه يعني انت لما تيجي تطلع صاروخ على الفضاء وتطلع قمر صناعي مش بحكي لك لا والله الدنيا بردانه هلا ما بديش اشتغل لا باللحظه اللي انت تعطيه السيجنال ويبلش يشتغل المفروض يبلش يشتغل انه وات ايفر ذا تايم السيجنال في الشيء تدخل عليه بتفاعل معه ما عنده اي نوع من ايش من الاعتماديه على التايم فهي بنسميها LTI systems. هلا بالإيميجين فيلد بشكل عام شو حكينا بالنسبة للتايم احنا؟ ستاتيك زيرو وي دونت هاف اي تايم انستنس الاكسس تبع التايم شو معناته شو ماله؟ زيرو معناته بدل ما احنا السيجنال تتغير بالتايم احنا السيجنال عندنا تتغير وين؟ السبيس فما بنحكي سيجنال انها لينير تايم انفيريانت بنسميها لينير سبيشالي انفيريانت فهمتوا كيف؟ مش فاهم تتغير بالسبيس شو يعني تتغير بالسبيس؟ يعني
موقع السيستم اللي انت بتستعمليه بغض النظر وين تحطي قاعد بيستقبل الصور، يعني قاعد بيشتغل حسب السبيس، بغض النظر عن الاوبجكت اللي قاعد بصوره كيف السبيشال اورينتيشن تبعه كيف شكله باخذ الصور. فهمت كيف الفكره؟ يعني الفاريشن بالسبيس اذا تغير ما بغير على الاوتبوت تبع السيجنال. يعني اخذت الايمج هون وصورتها بيطلع عندي الصوره، تعتمد على ايش؟ على الايمج. غيرت الموقع بعطيني صوره. اوكي هلا راح نشوف انه بتتغير الايمج النهائيه بس السيستم بتفاعل معها، بعطيها وزن، بعطيها حجم. اوكي هي معناته سبيشال انفيريانت. يعني اذا بدنا نحكيها نكتبها كتابه، الاف هتدخل عندي من الاتش تطلع عندي ايش؟ جي صح؟ والاتش هي ترانسفير فانكشن بين جي للاف، جي على الاف تعطيني الاتش اللي هو هون سميناها الاتش. ايش سميناها بالتايم دومين؟ الانفلس ريسبونس. لما اخذ الفريكونسي دومين او بحول بالفوريا شو بصير اسمه؟ الفريكونسي ريسبونس صح؟ اكزاكتلي ذا سيم. الاتش هو الامبلس ريسبونس، بس انا هلا راح اشوف انا بالكيو دي بنسميه البوينت ستريت فانكشن، هذا اللي بنحكي عنه. بس قصدي هون انه الاف والجي، لاحظوا ان الاف تعتمد على ايش؟ على الاكس وواي. هون الاكس تسميات انا عارف ان الاكس هون متشابهه، بس هي الاكس اوف تي صح؟ والواي اوف تي. فلما نحكي احنا تايم انفيريانت معناته اذا اللحظه الزمنيه الصفر اخذت فيها الصوره بيطلع الاوتبوت على اللحظه الزمنيه صفر، بس اذا اخذت اخذت السيجنال تبعتي اكس تي ماينس تي نوت الواي وين بده يطلع؟ تي ماينس تي نوت. هاي التايم انفيرينس صح؟ انه اخذت الصوره هلا ولا اخذت الصوره بعدين؟ استقبلتك هلا او استقبلتك بعدين؟ رده فعلي دائما نفس رده الفعل. هاي القصه. لما نيجي نحكي هون عن السبيشال انفيرينس اف اكس واي بدي اعطيني ايش؟ جي اكس واي. هلا لو غيرت السبيشال دايركشن او سبيشال لوكيشن للسيجنال اف معناته حركت الاف اكس ناقص اكس نوت واي ناقص واي نوت، الاوتبوت شو بده يكون عندي؟ جي الاكس ناقص اكس نوت واي ناقص واي نوت. هي معناته السبيشال انفيرينس. هي ايدي هون خذ لها صوره، هي الاوت تبعها. حركت ايدي هون شو صار عندي؟ حركتها من اكس واي لاكس نوت وواي نوت، شو بعطيني اوتبوت؟ نفس الاوتبوت اللي بتتوقع اشوفه هون بشوفه هون بس بتغيير الموقع. هي السبيشال انفيرينس. وكيف بيكون فيرينس؟ ايه؟ كيف بيكون فيرينس؟ انه اذا اخذت صوره هون لها شكل، اذا اخذت صوره هون بيطلع فيل لنفس الايد، بيطلع شيء مخالف مغاير. فهمت كيف؟ بسبب الغلط تكون نفس السيستم بيعتمد على اللوكيشن تبع الايد عشان يقرر شو يعطي الاوتبوت، بيعتمد على اكس واي هون يعني على الاكشوال لوكيشن الموجود هون بيعطي اوتبوت. اذا غير اللوكيشن بيجي بيعمل ديتكشن للوكيشن بعطيك شيء ثاني. زي الفلاتر هلا على سناب شات وعلى السيستمز مختلفه، they are time varied او بالاحرى spatially varied وtime varied كمان، لانه ما باخذ ال 2D باخذ ال 3D، فبيعمل جريد على كل الوجه صح؟ ما باخذ الوجه لحاله زي كذا، زحت وجهك شوي بتختفي. ولما يجي يحط لك الاذان ولا يحط لك الورد ولا يحط لك وات ايفر غير الوجه هيك بيطلع اوتبوت مختلف على وينك عامل زي هيك صح ولا لا؟ تعملت فيرينس بالسبيس اعطاك فيرينس بالاوتبوت. فذيس از ا تايم ا سبيشالي فيرينس سيستم. فهمت كيف؟ هلا الاصل انه انا الصوره هون بيطلع عندي شكل، غيرت موقعي لهون بيطلع شكل، بس بالعاده بيطلع شكل ثاني
صح؟ لأنه it detects the location والالجوريثم الداخلي to create the output بيعتمد على اللوكيشن الأصلي. ف this is spatially invariant. فهمتوا كيف التريك تبعته كيف المفكر فيه؟ ف why are we interested in LTI systems بشكل عام؟ وهنا بطلت اسمها LTI بس the same concept اسمها إيش؟ LSI. Why are we interested in those؟ طبعاً هون قاعدين نحكي عن السوبرپوزيشن والسكيلابيليتي للينيرتي وقاعدين نحكي عن الشيفت انفيرينس هون تمام. ف why are we interested in those systems؟ ليش صار عندي عنوان اسمه linear shift invariant systems او linear time invariant systems؟ ليش عندي انا مهتم بال LTI وال LSI؟ Why are we interested in those؟ من كل السيستم وكل الخصائص الموجودة عندنا ليش هذول خاصيتين أخذتهم واهتميت فيهم؟ ليش؟ ما هو أي سيستم من الدنيا الكوزو ولا الكوزو هاي أي تغيير منهم تغير عندك أكثر صح؟ كوزاليتي، لينياليتي أصلاً هذا حتى في السيستم إنه يأخذ الانبوت يحول إلى الاوتبوت. بس why am I interested in these two properties of systems؟ يمكن أكون أعرف أستخدم السيجنال لما كانت LTI سيستم أو أتحكم فيها عملة فلتر قبل بس مش قاعدين إحنا مش قاعدين نوصف السيجنال. لا لاحظوا LTI نوصف فيه إيش؟ السيستم مش قاعدين نوصف السيجنال. We are describing the properties تبعت السيستم. بغض النظر عن السيجنال هل هي جايبني رام ولا جايبني سينوسويدال ولا وات ايفر. I'm interested in the system itself. وبحكي عنه هذا السيستم مهم جدا لما يكون linear time invariant او بحالتنا احنا بالميديكال فيلد او ميديكال ايمجينج فيلد بنحكي عن linear shift invariant او اللي هو special shift invariant. لانه بال LTI system بالذات بقدر اطبق الكونفولوشن. هلا اي سيستم ثاني الكونفولوشن ما بصح رياضيا ما بصح. لما يكون لينير تايم الكوزاليتي ما بطلعش عليها الباوند ما بطلعش عليه لانه هذا بوصف سيستم ما بوصف سيجنال. فلما يكون لينير تايم انفيريانت بالحاله هاي ساعتها بقدر اوصف الاوتبوت ككونفولوشن بين ذا انبوت اند ذا سيستم. نفس الشيء هون الصورة النهائية اللي عندي الاوتبوت النهائي اللي عندي بال 2D هون كل شغلنا 1D هون بنطور لل 2D بتكون عندي الاوتبوت عبارة عن ايش؟ convolution between الانبوت سيجنال بال 2D مع الانبوت ريسبونس سيستم بال 2D تمام؟ فبصير عندي الواي اذا LTI الواي شو بتساوي؟ X convolved مع ال H وهنا ال G شو بتساوي؟ F convolved مع ال H إذا linear time invariant أو بالحالة اللي إحنا بنتحدث نشتغل عليها اللي إيش؟ linear shift invariant. طيب ليش إحنا نهتمين بالconvolution؟ وأكثر شغلة كانت تغلبنا لما كان continuous convolution ولا discrete convolution بغلب كثير. Why are we so interested إن يكون السيستم linear time invariant وبقدر اطبق عليه الكونفولوشن؟ ايش الماجيك اللي بيصير عندي باللحظه هاي؟ الماجيك تبع الماث اللي بيظهر عندي بيبرز عندي لما نحوله لشكل ثاني بصير ضرب. ايش الشكل الثاني اللي حنعرفه؟ فريكونسي. لما اخذه على الفريكونسي دومين لما اطبق عليه الفوريير ترانسفورم الكونفولوشن بالتايم دومين او بالسبيشال دومين لما اخذه على الفريكونسي دومين الكونفولوشن بتحول لايش؟ عمليه ضرب. أنه أسهل عمل الكونفولوشن ولا ضرب؟ ضرب much easier computationally it's not expensive very easy to do. ضرب اضرب نقطة بنقطة نقطة بنقطة والأوتبوت عملية الضرب تبعتهم فبتطلع عندي سيجنال بتطلع عندي شكل بالتايم دومين كنا نسميه الفريكونسي ريسبونس. السبيشال دومين شو نسميه برضه؟ الفريكونسي ريسبونس. بس هون الفريكونسي عندي بالهيرتز بحسبها قديش تغيرات كل سايكل الثانية بصير عندي كل ما زادت التغيرات بصير عندي فريكونسي على كومبوننت هذا. هون نفس الشيء بس قديش عدد التغيرات لكل سنتيمتر لما بحكي سبيس او لكل مليمتر
فبصفها بالسبيشال دومين بصير عندي فريكونسي بس بيكون ايش 2D. فاحنا كل الكونسبتس اللي تعلمناها بالسيجنالز وبالدي اس بي ممكن نشتغل بالتايم اكسس على 1D. هلا بدنا ايش نطورها تكون على ايش على 2D. فالكونفولوشن بالحاله هاي بقدر اعرف سعري في الانتجريشن دبل انتجريشن بالحاله هاي. فانتوا كنتوا متذكرين كيف كان عندنا واحد 2 انتجريشن واحد للتي مالس تاو اف التاو دي تاو صح؟ شكلت تكتبوها ولا اف التي اف التاو. هلا هون بدي اوسع مفاهيم شوي. لحظه انا قاعد بتعامل مع اكس واي 2 دايمنشنز فبصير عندي دبل انتجريشن. بدي اتحرك الاكس مع الدمي فاريبل الفا اللي هي زي التاو اللي كنت تستعملوها دمي فاريبل بالكونفولوشن بالتايم دومين، والواي بدها تتحرك مع الدمي فاريبل بيتا، واكامل يعني اضرب الاتش مع البي واحركهم مع بعض. تخيل انت قاعد تحرك التوتي زي هيك تتحرك كمان زي هيك. التايم دومين كيف كنت تعمله؟ تمسك السيجنال تمسك الاتش تقلب واحده منهم تبلش تحركهم وتكامل يعني تضرب وتكامل تضرب وتكامل تضرب وتكامل لما ايش؟ تجمعهم وتكامل يعني تجمع لما يطلع معك السيجنال النهائيه اللي هي ايش؟ الواي. هون بدك تعمل هاي الحركه على ايش؟ على 2D. فقديش كنتوا تتغلبوا بالتايم دومين 1D؟ هون كثير اكثر. Very very heavy computations. فباجي بجبر السيستم يكون ايش؟ لينير تايم انفيرنت او لينير شيفت انفيرنت بالحاله هاي عشان اعمل كونفولوشن، لانه الكونفولوشن مباشره بفتح لي باب ايش؟ لا تبلش فيها. حول هاي السيجنال او الامبلس ريسبونس للفريكونسي دومين، حول السيجنال للفريكونسي دومين واضربهم ضرب مع بعض. كيف بحول الفريكونسي دومين؟ خذ الفوريير ترانسفورم. بس هالحاله فوريير ترانسفورم 2D فوريير ترانسفورم دبل انتجريشن. نفس الشيء هون بتاخذهم بتحولهم بتضربهم ضرب بعديها بتاخذ الانفرس بعطيك ايش؟ جي اكس واي. عشان هيك هذا كل شغلنا كومبارابل مع ايش؟ مع ال LTI system. زي الشغل اللي كنا نشتغله بالسيجنالز تايم فاريانت سيجنالز، هلا هذول بكون سبيشالي فاريانت سيجنالز. اوكي؟ فبالعاده بنعمل كل السيستمز اللي عندنا تكون ايش؟ لينير شيفت انفيرنت ال اس ار. فاحنا بنحمي حالنا بالشغل، بنحاول نخلي السيستم تبعتنا نعملها موديلين انها تكون ال تي اي وال اس اي. كثير احيانا ما بتزبط معنا. فبتيجي تاخذ السيستم تبعك وايش؟ طب دور لي وين اللينير ريجن تبعه وثبت لي هون الرينج ناقص وزائد، ثبت بالنص هاي اللينير ريجن عشان افرض انه الشغل تبعي يكون لينير. والتايم انفيرينس بالعاده بنحققه السيستمز الالكترونيه بشكل عام تتحقق الا اذا انت عملت له كودينج انه ما يكون تايم انفيرينت. نفس الشيء هون بالبي اس اي بنحاول نشتغل ضمن ريجن بالتصوير تبعنا بحيث انه السيستم بهاي المنطقه يكون لينير. هل بحقق اللينيرتي؟ مش 100% بس بنثبتها بنفترضها انها تكون لينير. تمام؟ والامبلس ريسبونس تبعنا الاتش بالسبيشال دومين لما اخذه على الفريكونسي دومين لما اخذ الفوريير ترانسفورم 2D تو الفوريير ترانسفورم بصير عندي شغله اسمها امبلس ريسبونس او البوينت سبريد فانكشن بي اس اف. ليش بوينت سبريد فانكشن؟ لانه نطلع عليها هون احسن. لما ادخل السيجنال كنقطه تذكروا بالتايم دومين كنت ادخل امبلس دراك دلتا شو السيستم بصير يعمل؟ الاوسيليشن لما يوصل لنقطه زيرو بعض المرات ما بوصلها بيكون انفينيت امبلس ريسبونس. فبنفترض انه خلص بيتحرك شوي بعدين بيموت. طيب هاي باتجاه، طيب اذا انا اشتغلت على اتجاه هذا كمان نفسه بصير عندي السيجنال زي هيك صح؟ فبتطلع مع عندي شغله زي بسميها المكسيكان هات صح؟ شكل فانكشن يكون بال 2D. فممكن يكون الستيمولس اللي عندي هون البوينت سبريد فانكشن عندي بيكون ايش؟ له تعديلات زي لما انت
تخيل حالك انك بتحاول ترسم نقطه على الحيط. اذا رسمتها خلينا نحكي هدفك السيجنال تبعتك نقطه على الحيط، بس لما تيجي تقرب عليها شو بتلاقيها؟ سايحه على الجناب، صح؟ هاي السبريدنج بنسميه، لانه بتمر ضمن ظروف اللي ما بتخليها توصل لايش؟ للريزوليوشن العالي. هاي رح نحكي عنها اكثر شوي. فممكن يكون ايسوتروبيك. شو معنى ايسوتروبيك؟ التغيرات بجميع الاتجاهات بتكون ايش؟ متساويه. نون ايسوتروبيك بيكون شكله باتجاه الاكس بيختلف عن شكل اتجاه الواي. اوكي؟ لما تعمل له كاتنج، لما تيجي تعمل كيكه بالبيت تحب تكون ايسوتروبيك، صح؟ انه اذا قطعتها زي هيك زي ما قطعتها زي هيك يكون شكلها هيك منتظم، بس اذا جمالت زي هيك او شكل الوعاء تبعها كان بيضوي مثلا، المقطع تبعها بهذا الاتجاه بيختلف عن المقطع بهذا الاتجاه، فهذا نسميه نون ايسوتروبيك. ففعليا انت قاعد بتحاول تصور نقطه، بس لما تستقبلها شو بتكون؟ معمولها سبريد، بتوزع، تمام؟ فهي هذا نسميه بوينت سبريد فانكشن او امبلس ريسبونس تبعها. فهي التمثيل اللي له، اذا عندي انبوت ايمج اللي هو الفانكشن اف، لاحظوا هون عباره عن مكبلينها شوي احنا، تكون دائره نقطه هي. فببلش من النقطه اللي هون بدخلها بسيستم معين بتطلع عندي اوتبوت. الاوتبوت هذا شو بده يكون عندي؟ اذا كان نقطه معناته السيستم شو ماله؟ ما عملش شيء السيستم فعليا، عمل ترانسفير حقيقي. لما عمل ترانسفير للمصاري من هاي المحل لهاي المحل ما اخذ شيء، ففعليا كانت ضاربها بواحد، صح؟ اذا كانت النقطه هون وظهرت عندك نقطه هون معناتك انت عايش بالايديال لايف، هذا حكي مش موجود. فعليا النقطه هون لما دخلها بالسيستم شو بصير لها؟ سبريد، بتطلع عندي كاوتبوت انرجي، بكون شكلها فعليا شو بيمثل؟ بيمثل الامبلس ريسبونس الاتش للسيستم. انا كيف بقدر اميز شو الامبلس ريسبونس للسيستم؟ بدخل عليه 1 بوينت بس. فبالتايم دومين شو بندخل على السيستم عشان نعرف الامبلس ريسبونس تبعته؟ جست ان امبلس، مش ستيب، امبلس، صح؟ وفعليا الامبلس شو بيسوي بالسيستم؟ الامبلس بيعجب السيستم تمام. يعني انا ما اجي اتخيلها الامبلس ريسبونس، هي السيستم عندك كانك مسكت السيستم ومسكت البيسبول بات، هذا المضرب تبع البيسبول، كانك ايش؟ راح ضربته مره واحده وشلت ايدك. هذا بالنسبه لي هذا هو الامبلس ريسبونس، ضربته ضربه سريعه. فاذا البني ادم خلينا نتخيل انه لابس هلمت ناشف من هيك، اذا ترنح كثير تحرك شو معناته؟ اعطاك سيجنال متغيره كثير سريعه. فاتس فيري رياكتيف لايش؟ للسيجنال تبعتك، الانبوت تبعك. اما اذا بني ادم زي المصارعين اليابانيين هيك قاعد وضربته وما تحرك بس هيك عمل لك، معناته دايز فيري فاست. ففعليا انت قاعد توصف السيستم لما تدخل له هاي السيجنال، هاي السيجنال بتعجله على فكره، نقطه واحده بس. فاذا السيستم دخلت له نقطه هون وطلعت بس نقطه هون، معناته السيستم شو ماله؟ ما تحرك، ما تغير، هو عباره عن ايش؟ عن واحد يونيتي الفريكونسي ريسبونس تبعه. كل الانبوتس على كل الفريكونسيات ثابته. اما اذا اعطاك ترددات معينه معناته له ريزونانس معين، له بتفاعل مع فريكونسي معينه اكثر من فريكونسي ثانيه، عشان هيك بعطيك الشكل بالفريكونسي مختلف. بناء على اللي بيظهر عندنا بالتايم او بالسبيشال دومين بيظهر عندي الشكل زي مكسيكان هات، يعني هاي الدائره زي الراس كبير زي هيك وبنزل زي هيك. السنك واحد مشهور كثير من الاشكال اللي ممكن نشوفها، تمام؟ فهي مثال عليه، يمكن اتوقع واضح بالنسبه لكم. هون البوينت سبريد فانكشن كاني انا دخلت على السيستم نقطه واحده فقط، فظهرت عندي هون مش عامله سبريد كثير، صح؟ هون عندي بيكسل واحده بس دخلتها ابيض والباقي كله اسود، عملت سبريدنج بالنص ابيض معناته انتنسيتي عاليه، بعديها صار يعمل تدريج الاسود. معناته اذا بعرف البوينت سبريد فانكشن بقدر اعمل له كونفولوشن مع الايمج الاصليه، فبطلع الاوتبوت ايش؟ زي شكل الايمج الاصلي، بس ايش الحواف تبعتها شو مالها؟
يعني بلاري شوي. تخيل بوينت سبريد فانكشن يكون اعظم اوسع، عامل سبريد اكثر. لما ادخل نفس السيجنال عليه شو بتصير؟ بلاري اكثر صح، حواف، لانه قاعد بيعمل زي بيسوح السيجنال والايدجز تبونها اكثر واكثر طلعكم تمام. فالايديال كيس ان البوينت سبريد فانكشن شو يكون؟ نقطه. هاي ايديال بحيث ان الايمج لما ادخلها تطلع عندي على الاوتبوت زي ما هي دخلت. بس هذا الحكي بنشوفه على ارض الواقع. كل السيجنال، كل السيستمز لهم بوينت سبريد فانكشن بالسبيشال دومين، زي ما انه كل السيستمز بالدنيا الها ايش؟ الها امبلس ريسبونس بالتايم دومين. الامبلس ريسبونس الايديال للسيستمز بالتايم دومين يكون ايش؟ بس 1 عند الزيرو، بحيث لما تعمل كونفولوشن كله صفار 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 وقاعد تضرب وين؟ النقطة نفسها، فبيطلع الانبوت يساوي الاوتبوت صح؟ بس احنا بعض المرات بنشتغل على السيجنال بنغيرها بنساعد عليها نوع من الفلتريشن، فهذا هو الفلتر تبعنا اوكي؟ فاختلاف السيستمز بين بعض معناته انت قاعد تختلف، قاعد توصف الاختلاف بالايش؟ بالبوينت سبريد فانكشن تبعك اوكي؟ فحكينا احنا الكونفولوشن مهم بالنسبة لنا لما اوصف السيستم انه لينير شيفت انفيريانت او لينير تايم انفيريانت، انه بصير عند السيستم علاقة الانبوت والاوتبوت هي كونفولوشن، الاوتبوت يساوي كونفولوشن الانبوت مع الامبلس ريسبونس او البوينت سبريد فانكشن حالتها، ساعتها مباشرة بقدر اتحرك لوين؟ الفريكونسي دومين. لما اتحرك على الفريكونسي دومين شو قاعدين نحكي احنا؟ صار عندي الفانكشن اف اكس واي، بما انه عندي تغير باتجاه الاكس واتجاه الواي بدي يصير عندي تغيرات بالفريكونسي باتجاهين جداد سميهم اليو والفي، زي لما كان عندي اكس اوف تي بصير اكس اوف اف بالتايم دومين، هون اف اوف اكس واي بدي يعطيني فريكونسي تشينجز باتجاهين، التغيرات باتجاه الاكس والتغيرات باتجاه الواي، فراح يصير عندي 2D فوريير ترانسفورم. فبطبق الفوريير ترانسفورم هو اللي بنعرفه. الفوريير ترانسفورم شو هو؟ فانكشن الاكسبرشن الماينس جي 2 باي، تذكروا اف تي، بس بالحاله هاي عندي يو اكس ودي واي. يعني لو بدنا نشتغل عليه كانه تايم دومين بكونش عندي هاي الانتجريشن، بكون انتجريشن واحد، بتكون السيجنال بس بفاري بالواحد، والاكسبرشن قاعد برفع للماينس جي 2 باي اف تي او ناقص جي اوميجا تي، تذكر بالحاله هاي لانه عندي الفريكونسي بتتغير باتجاهين، عندي اليو والفي، ففريكونسي باتجاه الاكس اكسس وفريكونسي باتجاه الواي اكسس، بس هو مش باتجاه الاكس والواي قد ما هم بوصفوا التغيرات بالسيجنال باتجاه الاكس وباتجاه الواي. كل ما صارت التغيرات اكثر باتجاه الاكس بلاقي فريكوانسي كومبوننت اكثر على الفاليوز الاعلى لليو، لما تكون التغيرات اقل بلاقي ايش؟ فريكوانسي كومبوننت اعلى عن اليو اللي الفريكوانسي الواطي، وهكذا نفس الشيء باتجاه البي. فهذا عباره عن ايش؟ 2 دي فريكوانسي فوريير ترانسفورم، بكامل على الاكس والواي عشان يختفوا عندي من المعادله، بيطلع الجواب النهائي ايش؟ باليو والبي. نفس الشيء بالنسبه ل الانفرس ترانسفورم، الاكسبوننت عندي بصير بوزيتيف بدل ما هو نيجاتيف، وبدخل الفانكشن نفسه، هي هي العلاقه الانفرس بين الفوريير ترانسفورم والانفرس فوريير ترانسفورم، وبكامل على اتجاه اليو واتجاه الفي، فبيختفوا عندي المعادله، بصفي عندي بس الاكس والواي بالاوتبوت تمام. ف بالحالة هذه نسمي اليو والفي ايش؟ سبيشال فريكونسيز. هذا الحكي ما رح نحكي عنه كثير، رح نذكره بس ما رح نركز عليه كثير بهي الماده. هذا الحكي بتشوفوه بشكل موسع ومكثف وين؟ ماده الدي اي بي، يعني شغلنا بالفريكونسي فلترز او السبيشال سبكترال فلترز بالماده الدي اي بي بيعتمد على هذا الكونسيبت اوكي. ف
بس ضروري يكون هاي قاعدة أساسية موجودة بيناتها. يعني بما أنك عم نحكي عن systems، قاعدين نحكي عن linear shift invariant systems، قاعدين نحكي عن convolution، معناته قاعدين نحكي عن the frequency domain. نحكي عن frequency domain لنعرف Fourier transform والinverse Fourier transform. لأن السيجنال 2D بده يكون عند Fourier transform إيش 2D حالها. أوكي. فال الفريكوانسي فعليا او الفريكوانسي دومين بوصف التغيرات بالايمج. بس صعب الواحد يتخيل التغيرات. نقدر نتخيل التغيرات بالايمج بالزمن، لانه طول عمرنا راح نكتب الفانكشن تبعنا ايش از فانكشن اوف تايم. بس صعب الواحد من اولها يتخيل تغير الايمج بالسبيس. اذا بدنا ناخذ كاكزامبل، طلع على الصفحة هاي، تخيلها هاي الايمج شو لونها؟ ابيض كونستنت. فاذا قاعد تتحرك باتجاه الاكس لسبب معين، الاكس هيك والواي هيك بالملكة الايمج، هاي الاكس اكسس قاعد تتغير، بحرك حالي باتجاه الاكس. هل لو تخيلنا انه الابيض هذا عبارة عن جبال ووديان، يعني الجبال ابيض والوديان اسود، لما اعمل ايدي زي هيك هل في تغيرات وانا بتحرك باتجاه الاكس؟ لا، سمول، ما في اي نوع من التغير. معناته هل السيجنال لا كونستانت، معناته دي سي فريكوانسي زيرو. بس لما نيجي نطلع على الرسمه اللي هون مع تغيرات كلياتها، عندي هون بتحرك ابيض، بعدين نزلت للاسود، رجعت للابيض، اسود ابيض اسود ابيض اسود ابيض، فقاعد ايش بتغير مع تغير بالسبيس. معناته قاعد بوصف ايش؟ oscillation. كل ما صار الoscillation أسرع معناته الفريكوانسي أسرع. فهمتوا كيف الفكرة؟ فلما نيجي نرسم الفريكوانسي دومين للspatial changes باتجاه ال U وال V، هون هي باتجاه ال U وال V، لاحظوا الإيمج هاي عندي، هاي آخر شيء شغال جمال عندي هنا. اتحركت باتجاه الاكس زي هيك، لاحظوا هل في تغيرات عندي؟ لا، كله اسود ثابت كونستنت. النقطه اللي بالنص هاي بتمثل الزيرو، فهي اليو وهي البي، فالتغيرات بهذا الاتجاه بلاقي عند الزيرو ما فيش تغير، فبتكون قيمه عاليه، قيمه عاليه الابيض اكثر. لما اتحرك هون بلاقي بتغير من اسود لابيض، اسود لابيض، اسود لابيض، وتدريجاتهم بكل الجري ليفلز. شو قاعد بشوف؟ بشوف اوسيليشن، معناته في عندي فريكونسي، عندي فاليو للفريكونسي، عندي امبليتيود على هذه الفريكونسي. فلو قيم الابعد من الصفر بهذا الاتجاه وهذا الاتجاه بيمثلوا ايش؟ الفريكونسي الاعلى. فبلاقي فاليوز اكثر هون وهون. فكل ما بعدت عن الاوريجن هون عن الزيرو زيرو بهذا الاتجاه، القيم للامبليتيود هون شو قاعد بتمثل؟ بتمثل ديتيلز، بتمثل اوسيليشنز، بتمثل تغيرات بالصوره. هذا الحكي بشوفه وين؟ بدي اطلع على هالصوره واجي هون. هون التغيرات شو مالها؟ بلر الايمج صح؟ فيري بلري. فبتلاقي انه اسود اسود ابيض اسود سريع، يعني مش سريع عفوا، ما فيش تغيرات كثيره. بلاقي من لما اجي من هون كان الاوسيليشن كثير وباطي، هي اسود ابيض اسود. فالسايكل تبعتي الويفنج تبعها كثير طويل، معناته الفريكونسي شو مالها؟ كثير واطي. فبلاقي اغلب القيم من الفريكونسيات وين؟ حوالين الزيرو زيرو. هذا حكي بحكيه بالدي اي بي كثير، بس هون لازم تتخيل هذا الموضوع. فعليا شو اللي هاي، شو علاقه هاي الايمج بحاي الايمج؟ هاي ايش؟ لو فريكونسي، شو معناته؟ شو سويت لها؟ شو سويت من الايمج هاي للايمج هاي؟ شو سويت لها فعليا؟ دخلتها بلو باس فلتر صح؟ قللوا كميه الفريكونسيات. فتخيل الايمج هي هون، هي اصليه، وهي الايمج هون. تخيل حطيت انت على هاي، جبت اسطوانه وقلبتها وحطيتها هون ومسحت كل شيء هون وخليت بس الكميه اللي هون، معناته شو سويت انت؟ صفرت كل الديتيل، صفرت كل الهاي فريكونسي وخليت بس ايش؟ اللو فريكونسي. حلو. فلما تاخذ انفرس فوريير ترانسفورم
راح يعطيك نفس الايميج بس ايش بلوري كانك دخلت لو باس فلتر. وهذه فكره الفلاتر. احنا لما نشتغل على سيجنال التايم دومين ونحولها للفريكوانسي دومين، سيجنال بتكون فيها تغيرات كثيره زي هيك. اخر نقطه لما نخلص باخذ السيجنال هاي الفريكوانسي دومين بحولها للفوري ترانسفورم، فبلاقي انه فيها كومبوننتس واطيه وكومبوننتس عاليه. هاي الفريكوانسي في عندي كومبوننتس واطيه، كل ما ازيد ابعد عن الصفر كومبوننتس عاليه، هي تغيرات سريعه. فشو بنسوي احنا؟ دخلنا بلو باس فلتر هذا زي هيك، كل شغل مثل السيجنالز والدي اس بي، نعمل ديزاين فلتر زي هيك. فانا فعليا قاعد بصفر كل الكومبوننتس للفريكوانسي العاليه، بصفي عندي شكل السيجنال الفلتر الاوتبوت سيجنال. شوف كيف شكلها صار زي هيك بس. هاي هي لما اخذ لها انفرس هاي كل الهاي فريكونسي تغيرات سريعه راحت، شو بتصفي السيجنال عندي؟ هاي بتكون ايش؟ فلتر سيجنال سموث سيجنال، زي كان جاي ورق قزاز وايش؟ شايف كل الايدجز كل التغيرات السريعه فيه. تمام؟ اموره كويسه؟ ان شاء الله. الله يعطيكم العافيه.